Okay. Big data on Hadoop. كل حدا فينا سمع buzzword 2012 أنا big data expert, أنا head of data بالشركة تبعتي, أنا big data analysis. إحنا هلأ بدنا نوظف big data science test. إيش هي big data؟ أنا هلأ جعبالي أعرف إيش هي big data. عشان أنا يعني قبل فترة كنت بحكي أنا بشتغل بالbig data واكتشفت إنه كتير ناس عنا ما فهمي مو فهمين شو خصائص البيج داتا. فخلينا نبدأ بخصائص البيج داتا. خصائص البيج داتا في ناس هي المين اللي بيكونوا ثلاثة بس إحنا حبينا اليوم نخليهم أربعة وبدنا نشرح عنهم. أول شيء الفوليوم, حجمها لازم يكون كتير كبير, بيتا بايتس أو إكسل بايتس, وما بتستحملها قواعد البيانات تبعتنا الطبيعية العادية زي أوراكل, ماي اس كيو ال, حتى مونجو ونو اس كيو ال داتابيسز. ثاني شيء الفلوسيتي تبعتها, which means انه قديش عم تدخل, يعني السرعة اللي بتدخل فيها الداتا عندي, قديش عندي جنريشن للداتا, قديش عندي اكسس لوجز بير داي. في ناس بتوصل عندهم الشركات الكبيرة زي البنوك توصل عندهم 30 تيرا بايت بير داي. مين بده يتحمل هاي الداتا وانو داتابيس بدها تتحملها واعمل عليها اناليسز واطلع منها ريكويرمنت واشياء انا بستفيد منها للاناليسز لقدام عندي. ثالث اشي نوعيتها انه هي ستراكشر وان ستراكشر وسيمي ستراكشر. هلا نعرف انه مثلا قاعده البيانات الطبيعيه زي ماي اس كيو ال بتكون هي ستراكشر, في عندي هدول الكولومز وخلص. نو اس كيو ال زي مونجو بقدر ادخل قديش بدي, بتكون سيمي ستراكشر وبقدر وبالبيج داتا كمان بدي انا استخدم كمان الاكسس لوج. نعرف انه الاكسس لوج كمان ايام بنمو معانا عبر الزمن, انه بكون ايام نستخدم فيلز معينه بنزيدها عبر التاريخ تبعنا. فاذا انا بدي ارجع اعمل اناليسز على اربع سنين لورا هاي كمان بتصفي ان ستراكشر داتا. رابع شغله هي الفاليو, انه انت وقت ما تحكي انه انا هاي البيانات تبعتي انه مش بس خلص بدي احطها على هدوب, ايش بدي فيها, انا ايش بدي استفيد منها, ايش بدي اطلع منها, بدي اطلع منها ريكومنديشنز, بدي اطلع منها اناليسز, بدي اطلع منها اشبكها مع داتا تانية من الحكومه. زي هلا بدنا نشوف الكود تبعنا هون بيحكي لك for every 2 degrees the temperature goes up, check-ins at ice cream shops goes up by 2%. وفي نقطه حابه كثير انبهها هون انه البيج داتا مش بس للاي تي سيكتور, بيج داتا لازم تكون كمان للجوفرمنت سيكتور. انه هدول يعني هذا السيكتور هو اللي فيه البيج داتا, انه بنقدر ناخذها ونستخدم مثلا الهيلث سيكتور نستفيد منها نطلع اناليسز. مثلا انا هاي السنه اكمل مطعوم بدي اعمل لهاي المنطقه, هاي المنطقه اكمل مريض عم بيصير بسبب مثلا الاحوال الجويه, بقدر اربط كل هاي المعلومات بهذا المفهوم. وهذا الاشي كتير بيساعدنا او بيساعد الحكومه حتى انها كيف تاخذ قرارات بطريقه كتير اسرع بدل ما يضيعوا مثلا اشهر مشان يعملوا دراسه. وقت ما نحط كل الداتا تبعتهم على كلاستر كبير ونصير نعمل هاي نطلع هاي الكويريز بصير انه اخذهم للقرار بيكون كتير اسهل مع هاي البيانات. هلا بدنا نجاوب احنا على اربع اسئله اليوم: why to use Hadoop, when to use Hadoop, what is Hadoop and how to set up Hadoop. When to use Hadoop. هلا كل بعرف انه Hadoop is not a real time engine, انه انا مش انا بدي استخدم Hadoop مشان انا الماي اس كيو ال ما عم بيطلع لي البيانات اللي بدي اياها. هلا نعرف انه Hadoop شوي مش real time, هو بيعمل pre aggregation بنطلعه على الاولاب او بنطلعه على كيوبس, بس هو مش real time. بدنا نعرف انه بده يوم يمكن او بده حتى 4-5 ساعات ليشتغل, فدائما في عندك lag بالداتابيس الداتا تبعتك. ستورج سترينث تبعتك, انه عندنا الجيجا بايت انه الكوز تبع الجيجا بايت تبعك عم بصير كثير كبير. هدوب بتحل لك, هلا بدنا نشرح كيف بتحل لك هاي المشكله. والداتا بيس صارت عندك اياها مثلا 300-500 تيرا بايت عم بتصير كثير كبيره. بلس انه لازم يكون عندك التايم وسكيلز, انه عندك بالشركه موظفين قادر انت تخصصهم يشتغلوا على هدوب, مشان هدوب بده وقت, بده ناس تبدا تعمل له انستليشن, بده ناس تبدا تشبك الابلكيشن عليه, بده ناس بده يعني يمكن سنه بدك تستثمر بمثلا 5 ديفلوبرز لمده سنه عبين ما تقدر تبدا تطلع النتائج بدك اياها. تفضل. هلا نرجع عليه.
ما بدنا نستخدم نون كونفيدنشال داتا مشان نعرف انه هدوب بسيفها كتكست فايل. ووقت ما انت تبدا تحس انه الاكسس لوج مثلا عم ترميه, عم تعمله تاربول وبتحطه على خادم الاركايف او باك اب وخلص, ما عم تستفيد منه, ما عم تعرف انو يوزر عم بيجي على انو بيج, ما عم تستفيد من هاي المعلومات اللي كثير قيمه. احنا يمكن هلا مش شايفينها انها قيمه, بس هي كثير قيمه لنا. What is Hadoop? Hadoop هو عبارة عن open source framework for storing and processing large amount of data. هلا هو عبارة عن rules و sets, إنه بحكي لك حط كل الداتا البيج داتا تبعتك عندي وخلص. أنا دائما بتكون يعني بعطيك إياها دائما بشكل مماثل, فأنت بتقدر تبني الابليكيشنز اللي بدك إياها بهاي الرولز. هلا هو بتقسم Hadoop من HDFS هو الستورج بارت, يارن هو كلاستر ريسورس مانجر, وعندنا كمان الماب بروديوس اللي هو البروسيسنج بارت, وعندنا الايكو سيستم هي الابلكيشنز اللي مبنيه فوق هدوب اللي بتساعدنا بشغلنا المختلف. هاي هي الصوره التوضيحيه, عندنا الاتش دي اف اس, بعدين بيجي فوقه يارن, بعدين بيجي فوقه كل الابلكيشنز اللي ممكن تساعدنا نقرا الداتا نستفيد منها بالاناليتكس تبعونا او بالريكومنديشنز. HDFS هو الهدوب Distributed File System, هو similar to existing distributed system, بس هون بيحكي لك هدوب خليني أشتغل على سيرفر كتير رخيص, ما تجيب لي سيرفر غالي, أعطيني سيرفر كتير رخيص وأنا بضمن لك إنه أي إشي غلط رح يصير أنا مسؤول عنه. أنت ما رح يعني أنت كسيستم آدمن أنت ما عليك. هلا الجولز تبعونه الهاردوير فيلير بيحكي لك أنا مستعد إذا هاي النوت طلعت عندك من السيستم أنت ما تعمل أي إشي. في حين وقت ما يصير عندنا out of sync بمونجو أو بماي اس كيو ال, السيستم آدمن أيام بضيع يوم ويومين وهو بيشتغل بس مشان يرجع الريبليكا, فهو هون بيحكي لك أنت ما إلك دخل, أنا مسؤول عن هذا الموضوع. تاني إشي بيحكي لك إنه أنا بقدر أتحمل large amount of data, يعني هو يعني كل ما تزيد له نوت بزيد يعني بيقدر يستحمل هوريزونتال سكيلبل هو, فانت بس بتضلك تزيد عليه نود, يعني مثلا بلش يملى عندك الكلاستر بتزيد عليه نود, بلش يملى كمان مره عندك الكلاستر بتزيد عليه نود, بيقدر يستوعب لحد 6000 نود تحته الكلاستر, يعني كلاستر واحد. ثاني شيء انه سمبل كوهيرنت موديل, which means انه اكتب علي مره هذا الفايل, اكتبه بتسكر, ممنوع تعدل عليه, ممنوع تمحي عليه ريكوردز, وكل الابليكيشنز الثانية لو كانوا 1000 واحد ممكن يقرأ مني. فهو هيك بي بي بحل موضوع انه اللوكينج كالداتابيس او كفايل سيستم, كمان وقت ما نفتح فايل ما حدا ثاني بيقدر يقرأ او يعدل عليه. فهو بيحكي لك انا بس تكتب علي مرة وكل الناس الثانية بتحكي معاي. في مثال كتير حبيت احطه افرجي انه هدوب قديش كسيستم ادمن هدوب قديش بيقدر يستوعب ستورج. هون بيحكي لنا انه اعطيني 3 سيرفرز يكون كل واحد فيه 4 تيرا بايت بدون حتى ريد, انه ما بدي ميرورينج. بحكي لك لهالدرجه انه بيحكي لك قد ما هو يعني ثقته بحاله هدوب عاليه, بحكي له ما بدي ميرورينج, فانه هاي بتصفي عندي المجموع تبعه 2 تيرا بايت, وحتى لو حطيت الريبليكيشن فاكتور تبعي 3 رح يصفي عندي التوتال سبيس تبعي 4 تيرا بايت. فاحنا بالعاده بنوصي احنا الخوادم تبعونا او السيرفرات تبعونا بيكون دائما ريد 1 مشان منخاف من الهاردوير فيلير. هلا بدنا نبدا ندخل هلا هاي المرحله بدنا نبدا نعرف كيف هدوب بيشتغل. انا عندي فايل حجمه مثلا 5 جيجا بدي اكتبه على هدوب, بمسكه بحطه بهدوب, هدوب ايش بيروح بيعمل؟ بمسك هذا الفايل بقسمه لبلوكس, كل بلوك بيكون له حجم معين, طبعا هذا بيكون بالكونفيجريشن فايلز, هو عادة الديفولت تبعه 64 ميجا بايت, وبيوزعه حسب على النوتس تبعونه. مثلا بيكون في عندي هو بيتقسم لمثلا 100 بلوك اي دي, بيقسم البلوك اي ديز هدول ال100 بضربهم بثلاثة حسب مثلا ريبليكا فاكتور تبعي 3, بضربهم بثلاثة وبوزعهم على كل النوتس تبعونه. هلا ال HDFS بتكون شيء اسمه نيم نود اللي هي الماستر, والداتا نود. النيم نود هي الماستر اوف ذا سيستم,
انه هي بتكون حاطه انه مثلا هذا الملف اللي اسمه readme مقسم لثلاث بلوكس، كل بلوك طبعا في لها ريبليكا فهو صاروا 9، هدول التسعة موجودين على هدول ال على هدول النودز، وبيبين لك وين كل نود كل بلوك اي دي موجود. في حين الداتا نود هي بس بتخزن هاي البلوكس، ما بتعرف اي شيء عن السيستم. فالماستر او العقل تبعنا بهدوب هو النيم نود، وللاسف كانت بهدوب 1 النيم نود كانت لحالها، يعني اذا خسرت هذا الخادم او السيرفر كان خلص كلاستر كله تبعك بضيع. سنجل بوينت اوف فيلير، يس. هاي الاركتكتشر تبعه، داتا نود كلهم مربوطين طبعا مع النيم نود. بنشوف انه مثلا كيف الحمراء هون عندهم الريبليكا فاكتور 4، فالحمراء مكرره 4 مرات باربع خوادم. هلا الفيتشرز تبعون اتش دي اف اس راك اويرنس، معناها انه هدوب بتقدر انت تبرمجه او يعني كسيستم ادمن تبرمجه انه تعطيه كيف شكل الخوادم تبعتك، انه موجودين بهذا الراك بهذا الراك بهذا الراك، هاي الاي بيز تبعونهم. فهو بصير يعرف انه مثلا اذا بدي اجيب انا داتا، ونرجع على السلايد الاول، فاذا كانت الداتا موجوده هون هون وهون وموجوده بنفس الراك، بشتغل على نفس الراك، ما بروح على راك ثاني وبشتغل. فهو بعرف انه اذا مثلا اذا وقع هذا النوت وهذا النوت كمان عندي اياه بالراك، فبصير ينقل الداتا الموجوده من هون على هذا الراك على هذا النوت. فهو بيقدر يكون عارف شو وين موجودين السكيما تبعتك تبعت الكلاستر، بيكون عارفها. المينيمال داتا موشن هي كمان انه بيحاول دائما انه يبعث الكود لعند الداتا نود، بخلي الكود الاكسكيوشن يكون موجود على الداتا نود، ما بيعمل الاكسكيوشن عنده. فهيك انت بتوفر اي او، بصير عندك بارلل نودز عم تشتغل على هذا الاكسكيوشن. ثاني شيء انت ما عم تعمل موف للداتا، فانت الباندويث تبعك عم بتخليه بتسيفه يعني. وثالث شيء انه ما عم تستخدم الاي او تبعك كثير. الاوتيليتيز هو بيقدر يضله مونيتور حاله الفايلات، انه مثلا هاي البلوك او هذا السيرفر عم بفصل كل 5 دقائق، او هي صار مثلا 5 دقائق كثير اظن، مثلا 60 ثانيه فصل، خلاص انا ببدا اعمل ريبالانس، ما بستنى اعرف انه صار معاه هاردوير فيلير. فهذا بيضله يعمل هيلث تشيكس، فهذا شيء كثير منيح. رول باك، وقت ما تتغير الفيرجن تبعت اتش دي اف اس من فيرجن لفيرجن، انا بدي اعمل ابجريد، عنده قابليه اذا انا عملت غلط وانا بعمل الابجريد بقدر يرجع للفيرجن الثانيه بدون ما يزيد الستورج. يعني هو باخذ كوبي من الداتا بس هو ما بيزيد الستورج، يعني ما بيعملها دوبليكيشن. ثالث شيء او يعني رقمها ستاند باي نيم نود، هي الباك اب تبعت النيم نود. فبهاي الحاله اذا انت خسرت النيم نود تبعتك، انت ما خسرت الكلاستر، مشان اذا خسرتها كان انه خلاص راح عليك الكلاستر، مشان ما رح تقدر تجمع انت الداتا مره ثانيه. هايلي اوبرال، انه بيقدر تحته يسيطر على 6000 نود، فهذا شيء كثير كبير، يعني شيء كثير كبير وكثير شيء بيسهل حياه السيستم ادمن. حبيت احط لكم هون شويه امثله عن اتش دي اف اس، كيف انا ممكن اقرا منه الداتا، كيف ممكن اشوف فايل اكتب عليه اغير البيرميشنز تبعته، اكتب اعمل تاتش لفايل، اعمل دايركتوري جوا هدوب ستراكشر. وكلهم اظن اللي بيعرف لينكس كثير يعني كثير يعني نفسهم، يعني ما فيش اختلاف، يمكن بس ار ام ار انه بس مشان انه ما بنقدرش نحط ماينس قبلها بس، ونقدر اظن بالاخير. ندخل عيار. يارن هو واز انتروديوس بهدوب 2، قبل كان في بس اتش دي اف اس وفوقه ماب بروديوس وجوب تراكر. راحوا قاموا هاي الطبقه، حطوا اتش دي اف اس، حطوا فوقها يارن، وحطوا ماب بروديوس فوق يارن. ماب بروديوس هو بنظم عمل الابلكيشن الموجوده فوق يارن، وهو بيعرف مثلا هاي النود الريسورس تبعتي فاضيه، هاي النود بقدر احط عليها هاي المابر مثلا، بقدر اخليها تشتغل هاي النود عليها الداتا وهكذا. يعني هو بنظم شغل الابلكيشنز على هدوب. وثالث شيء هي الجوب هيستوري سيرفر، بكون عارف مثلا انه هاي الجوب تبعت هدوب هاي هلا بدت هلا خلصت، الستاتس تبعها فيلد، وزي هو لوج يعني اكثريته.
ما بروديوس. هلا بنعرف انه في ما بروديوس عندنا بهدوب، وبنعرف في ما بروديوس كمان معرفه بمونجو جافا سكريبت. فحبينا نعرف انه نشرح انه ما بروديوس هي موديل فور بروسيسنج لارج داتا سيتس وذ بارلل ديستريبيوتد الجوريثم اون ا كلاستر. معناها انه هي طريقه لانا اقدر اعمل بروسيسنج لارج اماونت اوف داتا على خوادم مختلفه بالكلاستر تبعي. في عندي هون مثال صغير. انا بدي ادخل لما بروديوس. هلا اظن كل حق عارف شو ما بروديوس بالضبط كيف بيشتغل بهدوب، ولا اشرح شوي زياده؟ اشرح زياده. اوكي ايش بعمل بهدوب؟ بندخلهم مثلا بكون عندي هو بتقسم لتو بارتس، ماب وروديوس. الماب بيشتغل طبعا على الداتا نود، بيطلع لك ليست اوف داتا بتكون هي على شكل كي فاليو، بعدين بنقولها هو للريديوسر، والريديوس على شكل كمان كي فاليو بظبطها شوي. كل الكيز المتشابهين ببعثهم على نفس الريديوسر. بعدين اذا انت طالب افريج او طالب مثلا هون وورد كاونت او طالب اشياء ثانيه بيطلع لك السنجل فاليو تبعتك. عندنا هون احنا مثال على big document word document، عم نعمل word count فدخلناها على الماب. مثلا صار كل ماب يطلع لي انه انا مثلا كانت الداتا اللي عندي بس فيها ذا 1 او كرو 1 او اوف 1، هاي طبعا هي كي فاليو. بعدين في شيء اسمه شفل اند سورتنج، عمليه بهدوب هي بتعمل على نقل الداتا من الماب للريديوس، وبتجمع الاشياء المتشابهه وبتطلع لنا النتيجه. هي اظن نفس مبدا مونجو، يعني نفس يعني هم يعني مفهوم تبعها نفسه، بس طريقه شغلها على مونجو شوي مختلفه. الايكو سيستم تبع هدوب، عرفنا انه هدوب والماب ريديوس اعطتنا باور كثير كبيره وفلكسبيليتي يعني كثير كبيره، انه انا بلاقي الداتا تبعتي موزعه على 400 سيرفر، بس انا كيف بدي احكي معهم؟ انا كيف مثلا بدي اطلع كويري؟ كيف ممكن اعرف مثلا بدي اعمل اناليسز على اشياء معينه؟ فالاشياء اللي بتنزل مع هدوب ماستر وقت ما ننزله، كمان في عندي هايف وبيك واتش بيس، هدول بيعيشوا فوق مانجو فوق هدوب. هايف هي اس كيو ال لايك انترفيس تو اكسس داتا، بيك هو سكريبتنج لانجويج مكتوب ببيك لاتن لانجويج كمان تو بروسس داتا وتو اكسس داتا. HBase هو column oriented database، وهو كتير إشي منيح للبيانات اللي بتكون مش معبية أو columns تبعتها مش معبية كلها. وفي أشياء تانية كمان من الهدوب ecosystem، Zookeeper، Ozy، Scoop وفلوم. Zookeeper هو centralized servers for maintaining configuration، هو بيكون زي نقدر نفكر عنه زي كأنه storage. كيف نفكر عنه؟ فكر انه ستوريج كل حدا بيقدر يعملها اكسس، انه بكون في منه كمان ريبليكا. اوزي هو سكيدجول ورك فلو، انه مثلا انا عندي شغل او جوب بتستنى داتا من جوب رقمها اكس، فانا بقدر ابرمج اوزي انه هاي الجوب اشتغل فيها لبوينت مثلا 6، استنى من جوب اكس الداتا الاوتبوت تبعها، امسكه وكمل شغلك. ممكن اعمل له انا بدي اشغل جوب معين على هدوب كل يوم الساعه 6 الصبح، فهو برمجته كمان يعني مكتوب تقدر انت تبرمجه بالطريقه اللي بتناسب شغلك. سكوب وفلوم تفضل. بضلنا يمكن سلايدين. اوكي، سكوب وفلوم هي طريقه كيف انا انقل الداتا لهدوب. ممكن انقلها من داتابيس زي ماي اس كيو ال، زي بوست فيكس، وممكن انقلها من فايل او other types of source على هدوب. How to set up هدوب. بنعرف انه عندنا هلا بالعالم two vendors لهدوب كثير عم بيعملوا ضجه، هم كلاوديرا وهورتن ووركس. كلاوديرا هي ماكل السوق اكثر، بس انا بحسها كثير outdated، بتكون اقدم. يعني مثلا هايف بنزل 13 هي بتكون لساتها 11، والدوكيومنتيشن تبعتهم كثير سيئه، انا ما بحبها. حاولت اجرب انزله مره بس ما عرفت اوصل للدوكيومنتيشن تبعتهم. هورتن ووركس امباري هو اللي بنزل لك كل شيء،
أربع خطوات هيهم مكتوبين، تقدر تنزل هدوب عندك على الجهاز عشان تبدأ تجرب، ومانيوال تنزل هدوب مع الإيكو سيستم تبعه. يعني أظن إذا بكون معك شهرين هيك تحب تقعد بالبيت تذكر حالك الباب تعمل كومبايليشن وهاي القصص. عملتها بون ويك. طب منيح خلص، بس اتبين فيري بينفول بروسس يعني الصراحة. انه بحب انوه اللي بحب يبدا يتعلم هدوب يبدا بامباري، كثير اشي حلو صراحه. وهلا عندنا كويز، ما بتحبوا نحله مع بعض او اعطيكم دقيقه تعرف تحلو؟ عم بحكي لك انه انا عندي سيستم اي كونفيجرد البلوك سايز يكون عندي اياه 64 ميجا، الريبليكيشن فاكتور 3، هو هذا السيستم عنده راك اويرنس. الفايل اللي انا بدي اكتبه على هدوب هو 224 ميجا بايت، وعندي 3 سيرفرز وذ 4 تيرا بايت ريد زيرو. كم من بلوك راح يكون عندي بالسيستم من هذا الفايل؟ هو 224 على 64 ضرب 3، هم راح يطلعوا 3.5، راح يطلع عندي 12 بلوك. What is the size of the blocks؟ هدول البلوكس رح يكون عندي 3 منهم أو 9 كلهم معبيين 64، الثلاثة الباقيين رح يكونوا 32. وإيش رح يصير إذا واحدة من النوتس تبعتي وقعت؟ رح يعمل ريبالانس، رح يرجع يحط الأشياء الموجودة على هاي النود على نوتس تانية، فرح يرجع يعمل ريبالانس. انا حاولت ادخل على الموضوع كثير بسرعه بس مشان هو موضوع كثير كبير، واذا بدنا ندخل مثلا بس نحكي بهايف رح نقعد يمكن 3 ساعات، رح نحكي عن بيك رح نقعد 3 ساعات، فحبيت اعطيكم فكره هيك كثير سريعه وان شاء الله لقدام نقدر نعطي اكثر. تفضل. اي اباتشي هدوب هو هدوب بس انه بيختلف عن كلاوديرا وهورتن وركس. كلاوديرا وهورتن وركس بيمسك كل الايكو سيستم وبنزلوا لك اياه مره واحده، يعني بنزلوا لك هدوب، بنزلوا لك هايف، بنزلوا لك سكوب، بنزلوا لك اتش بيس، انت ما يعني تول كامله. اما اذا بدك تنزله لحاله نزلته انت، بعدين بدك تشبك معاه هايف، ايام الفيرجن تبعت هايف ما عم تشتغل مع عندك، فبدك تقعد تدخل بهاي المشكله. فهيك تفضل. بي اتش في حاله اتش بيس حكيت عن كولوم اورينتد داتا بيس فور سبارس داتا. يس. بأي معنى سبارس داتا؟ يعني هلا مثلا انت عندك 3 مليون يوزر مثلا داتابيس، عندك نيم اي دي وتليفون، عندك 3 مليون معبين النيم والاي دي، التليفون بس 3 معبين. بالرو اورينتد هو مشان بيمسك الرو بعدين بحط فاصله، بيمسك الرو الثانيه بحط فاصله، فهو بيحجز الكولومز هذا الفاضي، فانت عم تحجزه 3 ملايين مره بكون فاضي عندك كهارد ديسك. وقت ما يكون كولوم بحط الثلاثه، بمسك النيمز مثلا، هي خلص هذا الكولوم، خلص الاي دي، بعدين بحط النيم وبحط بس الثلاثه وبمشي، فبضل عندك سبيس اكثر. واحنا البيج داتا مشان هي طبيعتها مش ستراكشر، فانت ممكن يكون عندك هذا الكولوم دائما فاضي، او مثلا بيجي معبى مره من 300 مليون ريكورد، فهو بتكون احسن ككولوم اورينتد داتابيسز. لما يكون عندك كولوم اورينتد داتابيس زي كاساندرا، فوائدها الى في على الستورج ولا في اكثر من فائده؟ سرعه وستورج. سرعه وستورج. سرعه شو مثلا بالاس كيو ال؟ اوكي سوري. سرعه، وقت تعمل سيلكت ستيتمنت هيك بكون اسرع كارير تايم، بكون اسرع من مشان هو بيبدا يفتش بالكولوم بالرو اورينتد بيبدا يفتش هيك، اما بالكولوم بيبدا يفتش هيك بكون اسرع شوي. اوكي. في حدا بحب يسال كمان سؤال؟ تفضل دكتور. حكيتي على الهوتن ووركس والامباري. فحطيتي فور كوماندز وحكيتي انه فور كوماندز هذول بينزلوا الامباري هوتن ووركس ديستريبيوشن من الهدوب. I think the four commands هدول بينزلوا الساند بوكس تبع الهورتون وركس. single node. صح. مش distributed. فا I think إنه إذا بدك تعمل distributed cluster على أكثر من node، الـ overhead والهيدك اللي موجود بالموضوع أكثر من هيك كتير.
يعني اه في شوي مش لا مش فكره مش نفس لا نفس الطريقه على فكره. انا نزلت كلاستر بهذا الكوماند. نزلت كلاستر وحددت له نزلت ثلاث سيرفرز كلاستر. حددت له شو الهوست نيمز والاي بي سي. بس انه انا مش حشرح هلا الطريقه كامله, بس قصدي الفكره انه انت كيف تنزله رح يول جو ثرو. طبعا رح يكون في عندك كويشن بدك تحطهم يس نو حسب الكونفيجريشن تبعك, بس ما رح يكون بالصعوبه الـ يعني مش بصعوبه اللي تنزله انت لحالك. عشان انا وقت ما نزلته لحالي مثلا كان في عندي كتير ديفرنسز بالفيرجنز, فاضطريت مثلا ارجع اعمل كومبايليشن لفيرجن مثلا فيدورا مع هدوب مشان تقدر تشتغل مع بيج 2.0, فبتصفي اصعب عبين ما تكتشف المشكله صف عليك اصعب. يعني سؤالي انا بدي اوصل له, اذا نزلت انا الساند بوكس بعد هيك بقدر اضيف نودز عليها؟ اي بليف سو ممكن اشوفها معاك اذا بتحب كمان. يوكم. في حدا بحب يسأل او ناخذ كوفي بريك هلا؟ كوفي بريك اوكي.